يا بولي، سيأتي أولاد العم. أمي والعمة تريكسي ستلعبان، وهذا يعني أننا سنلعب ركوب الحصان. سيكون مسلياً؟ أجل، أظن ذلك. أحسنت أيتها الجروة. وصلوا! بلوي، آخر مرة زارنا فيها أبناء العم غضبت لأنهم سكبوا الفاكهة على الجروة بولي. أجل، علي أن أخفيها. لأنها جروتك المميزة. أجل، سأضعها في غرفتي. أوه، ها هي بطيختي. مرحبا بكم يا صغار، وأنت يا باندا. مرحبا. مرحبا يا صغار، أهلا يا أخي. أهلا. أوه، أري العمة تشيلي خفك يا مافن. عمة تشيلي، أنا أرتدي خفا. أوه، رائع. مرحبا يا سوكس. جامح. يا صغار، سنلعب أنا والعمة تريكس الهوكي. استمتعا مع أبيكما والعم ستريب. إلى اللقاء. بسرعة فلننصرف. إلى اللقاء. أراكما لاحقا. حسنا يا صغار، من يريد الجلوس على الأريكة ومشاهدة الكريكت؟ لا، مستحيل. لنلعب ركوب الحصان. أجل. حسنا، لقد حاولنا. اشتركوا لتجدوا فيديوهات أكثر، وتابعوا ديزني جونيور لمشاهدة عروضكم المفضلة.